في المستشفيات يعني راهم بليسي اللي راهم ضحايا كل المصطفين اللي كانوا في البارك الاكوا بارك. وكاين خاصيه اخرى الوزير الاول، في حين كان الحريق هذا كانت لا فيزيبيليتي ما تقدرش تشوف ميم با ان متر. كيفاش نقولوا احنا سو بلافون في مي حبط النيران والدخان، الدخان حبط كومبليتوم. وهذا ما ادى علينا حنايا على 12 ونص 12 ونص البارح دخل بعثنا دو هليكوبتر باش يدخلوا هنا. دخلوا كانوا محاصرين بالدخان وقريب ضيعنا وحده ليكو، قريب ضيعناها. وعلاش ما قدرش مام هما لو بيلوت لو كوبيلوت ايزيتي انكومودي بار لا فيمي، وين كنا مضطرين باش نقيدوهم خرجوا مضطرين، خرجناهم للارج تاع البحر ودخلناهم لنيفو دو بيجايا وين لقاو طبيب في سور بلاس كي ليزا ايدي ان بو افيك لوكسيجين.